أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حا وحدثني محمد بن المثنى ساق السند إلى ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله: إن استطاع النجاء، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثني أبو كامل ساق السند إلى يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي: يا أحنف، ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا القاتل؟ فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. بالأمس كنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، يعني في آخر الزمان، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي الذي يجري. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة، النائم فيها خير من اليقظان الصاحي، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ولا تعارض بين الروايتين، وإنما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثانية زيادة، والعلماء يقولون زيادة الثقة مقبولة. الزيادة الثانية التي في رواية أبي هريرة: النائم فيها خير من اليقظان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمرء المسلم أن يفعل إذا صادف هذه المحن والفتن.
بين النبي عليه الصلاة والسلام أن على المرء ألا يستشرف الفتن، يعني لا يشرف نفسه عليها ويطلب ويشارك، بل عليه إذا وجد ملجأ يعوذ به ويلتجئ إليه فليفعل. ولذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بخويصة نفسك، عليه أن يفر ويبتعد ولا يشارك لا الفئة الأولى ولا الفئة الثانية، بل عليه أن يكون وسط. وعلى كل حال، هذه الفتن التي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليها فتن عامة تصيب العامة، منها الفتنة الدهماء، وتكون فتن يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. من الفتن فتنة المسيح الدجال عليه لعائن الله، يقول للسماء امطري تمطر، يقول للأرض انبتي زرعك تنبت، يمر على القبر فيأمر صاحب القبر أن ينهض يقوم، فيقوم صاحب القبر ويقول له: أنا ربك، ألست بربك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أوصاف هذا الطاغية، هذا المجرم، هذا المسيح بالحاء أو الخاء، المسيح الممسوح العين أو المسيح بالخاء، مسيح دجال أو مسيح دجال عليه لعين الله، عينه إحداهما ممسوحة والأخرى طافية، وربنا ليس بأعور، ومكتوب على جبينه كافر، فلا يغر به المؤمن ولا يضره، بل يزداد المرء معرفة به متى ما قال للسماء أمطري وما قال للأرض أنبتي زرعك. هذه فتن، وسيذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أنواعا من هذه الفتن، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر حديث أبي بكرة الذي يرويه عنه ابنه مسلم، فقال: حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام. قال عثمان الشحام: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة، دخلنا على مسلم ابن أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه، دخلوا على أبي بكرة، وأبو بكرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونها مسلم ابن أبي بكرة: أبلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الفتنة في الفتن؟ نحن سمعنا بأن أباك أبا بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي حديث يتعلق بالفتن، فهل سمعت هذا الحديث من أبيك أم لا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه أسلم عام غزوة الطائف، واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي من ثقيف من أهل الطائف،
وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح، وكان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، خرج إلى الطائف بعدما فتح الله تعالى عليه مكة وفتح عليه هوازن، أقام بمكة 20 يوم بعد الفتح يطهرها من الأرجاس والأدناس. عقب ذلك ذهب إلى هوازن إلى حنين، وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام هوازن، وكانت هوازن حنين رماة، وكانوا قد خرجوا جميعهم بقضهم وقضيضهم رجالهم ونسائهم وصبيانهم، ووقعت معركة هوازن. ولما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 في ذلك اليوم مقاتل، 10,000، 2,000 منهم من مسلمة الفتح، ولا وراء المسلمون أن العدد كبير، قال قائل منهم إنا لن نغلب اليوم من قلة، العدد كبير وسيكون لنا النصر، والنصر لا يكون بالعدد ولا بالعدة ولا بكثرة المال ولا الرجال، وإنما النصر يكون من عند الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلما وافوا هوازن وإذا بهم يرشقون بالنبال، وأصاب المسلمين جولة، وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال قائل بطل اليوم سحر محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا ولا كاهنا، وإنما هو رسول الله. وهذا درس لقنه الله تعالى من كان مع النبي، ليعلموا أن قولتهم لن نغلب اليوم من قلة ليس صحيحا، ولذا ولوا الأدبار وأصابتهم الجولة. ووقع في ذلك اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على بغلته وأخذ شيئا من التراب ورمى به على هوازن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن ينادي الأنصار، أن ينادي المهاجرين، أن ينادي أصحاب الثمرة الشجرة، فكروا عائدين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان النصر في ذلك اليوم، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأموال، وجمع الذراري، وجمع النساء صلوات الله وسلامه عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الذراري والنساء على المقاتلين، بمعنى استرقهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك من النبي عليهم لما تشفعت أخته من الرضاع، خير النبي عليه الصلاة والسلام عرب هوازن بين المال والولد والأهل، إن أردتم المال أعدت إليكم المال، وإن أردتم الأهل والنساء والذراري أعدتها إليكم، فاختاروا الذراري والنساء، فأعاد النبي الذراري والنساء إليهم، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام المال على الذين بعض الذين شهدوا المعركة. وفي يومها أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا غنما بين جبلين، وأعطى أبا سفيان 100 بعير، وأعطى معاوية 100 بعير، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام المال على بعض صناديد العرب والمؤلفة قلوبهم الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم أعطاهم، ولم يعط النبي عليه الصلاة والسلام
الأنصار؟ الأنصار الذين آووه ونصروه والذين بايعوه على أن يدافع عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم وعن أزرهم في ذلك اليوم ما أعطاه. وإذا بجماعة منهم تجمعوا وتذاكروا الأمر وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة آثر أقرباءه جماعته عشيرته ومنعنا ولم يعطنا، وبلغت هذه القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما قالة بلغتني عنكم؟ أنا سمعت عنكم كلام قلتم كيت وكيت. وسلاهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بكلام عظيم جليل معلوم. قال النبي عليه مما قال النبي لهم: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس يأخذون الشاء والإبل ولا، وأما أنتم يعود معكم رسول الله إلى طيبة الطيبة؟ قالوا: قد رضينا يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم صل على سيد الخلق، لا ينكر المعروف ولا يغمط صاحب الحق حقا، المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة، لولا أنني اعتبر مهاجر، لأن النبي مهاجر، النبي لم يكن من أهل يثرب من أهل طيبة الطيبة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام قرشي هاشمي، هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة معناها معنى مهاجر. ما معنى مهاجر؟ فلان مهاجر، معنى مهاجر أنه انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو انتقل من بلد البدعة إلى بلد السنة. فالنبي مهاجر من هذه الحيثية، انتقل من بلد الكفر في ذلك الوقت مكة، لأن مكة لم تكن دار إسلام، وإنما صارت دار إسلام في السنة بعد الثامنة من الهجرة. فإذا النبي مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مهاجرون، كل من انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من بلد البدعة إلى بلد السنة وأتى لا إلى طيبة فقط، لا، سواء أتى وقام بطيبة أو بأي بلد انتقل منها إلى بلد الإسلام يقال له مهاجر، وهو لقب شريف عظيم. أول من تحلى به صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مهاجرون، وإنما غير المهاجرين في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المؤمنون المسلمون الذين أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام بيثرب، الذين أدركهم النبي بيثرب من أهل الإسلام لا من اليهود. اليهود لا يعتبرون مهاجرين، لأن النبي وجد اليهود بالمدينة، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قبيلتين من قبائل العرب بالمدينة. داخل المدينة ليس فيها من العرب إلا الأوس والخزرج الذين سموا بعد ذلك الأنصار، وما سموا الأنصار إلا بعد أن هاجر النبي إلى طيبة. قبل ذلك كانوا يقال لهم الأوس ويقال لهم الخزرج، ولكن بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة الطيبة وناصروا رسول الله، وليس كل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج
يسمى أنصاري؟ لا، عبد الله بن أبي بن سبول خضرجي من العرب، أدركه النبي بطيبة، ولكن لما كان منافقا لا يقال له أنصاري، وإنما كلمة أنصاري هذه اللفظة العظيمة الجليلة التي أطلقها الله تعالى على قوم وعلى نوع خاص. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. والذين تبوأوا يعني سكنوا واستوطنوا واستقروا بالدار، والدار اسم من أسماء طيبة الطيبة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة لا تكون إلا في أولئك القوم الذين هم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليعلم بمناسبة الكلام على الأنصار أن الأنصار قلة، اضمحلوا، زالوا، لا يوجد اليوم وبخاصة بطيبة الطيبة إلا القليل 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 النادر النادر من الأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: الناس يكثرون والأنصار يقلون. الناس يكثرون والأنصار يقلون. ولذا لو نظرت إلى المجتمع المدني لوجدت أن غالب من فيه اليوم إما مهاجر أو ممن كان حول المدينة من العرب، وأما من نفس سكان المدينة الذين هم الأوس والخزرج فإنهم قليل وقليل وقليل، كما يقال كالكبريت الأصفر. لا نعلم اليوم من الأنصار إلا بعض بيوت قليلة. من الأنصار بيت يسمى بيت بركات موجود إلى اليوم، بيت آخر يقال له بيت أبي الجود موجود اليوم، بيت آخر يقال له بيت البالي موجود إلى اليوم، بيت آخر يقال له بيت كذا. وعلى أي حال أفراد قليل، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يقلون، الناس يكثرون، والأنصار يقلون. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله تعالى عليه هوازن وعاد الذراري والنساء إلى أهلها وأخذ المال وقسمه صلوات الله وسلامه عليه، توجه إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهرا، شهر وهو محاصر لأهل الطائف علهم مسلمون. في هذه الأثناء تدلى أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه ببكرة من حصن من حصون الطائف، وآتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكني رضي الله تعالى عنه من ذلك اليوم بهذه الكنية أبو بكر، وإلا فهو نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار من يومها مولى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يوم أن تدلى بالبكرة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام أعتقه رسول الله. فقيل لأبي بكرة أبا بكرة رضي الله تعالى عنه، وحاز هذا اللقب الشريف أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا من أفاضل الصحابة وخيارهم رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك جلده عمر بن الخطاب
وأبو بكر أبو بكر، ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ودين الله تعالى وحدوده تنفذ على كل من اقترف حد أو أمر الله جل وعلا بحده. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل ثقة فاضل، شهد على رجل بأنه قد زنى وبت أبو بكر الشهادة، بت بمعنى قال أنا أشهد بأنه بأني رأيته يزني، وأنه قد أتى المرأة وأن فرجه في فرجها، هذا معنى البت في الشهادة. وعندنا في شريعة الإسلام أن الشهادة في حد الزنا لا بد من 4 شهود، ال4 شهود كل منهم يشهد بأني رأيت هذا الرجل يزني في هذه المرأة وأن فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، فإذا شهد 4 جميعا بهذا الحال أقيم الحد على المشهود عليه ذكرا كان أم أنثى، إن كان بكرا جلد وغرب، إن كان ثيبا أقيم عليه حد الرجم، هذا أمر الله أن يؤتى 4 شهداء أو أن يقع اعتراف من الذي ارتكب الزنا، يأتي إلى السلطان ويعترف ويقول إنه قد زنى، وعلى السلطان ألا يبادر بإقامة الحد عليه بل يدعه ويعرض عنه، كما أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز الذي أتى واعترف المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، اعترف يقول أقم علي يا رسول الله حد الزنا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يستنكى شموه لعله شرب خمر لئلا يقام الحد عليه، استنكه ما وجدوا في رائحته شيء، بعث النبي إلى أهله ما تعدون ماعزا فيكم أهو من خياركم، قالوا والله ما علمنا عليه، بس من خيارنا، إذن اعترف يقام الحد عليه. وإقامة الحد كما علمت في شرعة الإسلام، ونحن مسلمون نعمل بهذا الكتاب وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس لدى أهل الإسلام وليس لدى أي بلد إسلامي أن يعمل إلا بما أمر الله تعالى به. الله جل وعلا أمر بإقامة الحد وهو الجلد 100 جلدة لمن كان بكرا، يعني لم يسبق له أن تزوج، وأما من سبق له أن تزوج سواء كانت المرأة معه ماتت طلقها، على أي حال ما دام سبق أنه قد تزوج يجلد أو أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا شرع الله، وأنزل الله تعالى في ذلك قرآن يتلى، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخ الله تعالى التلاوة وأبقى الله جل وعلا الحكم، ورجم رسول الله ورجم عمر ورجم الخلفاء هلم جرى إلى يومنا هذا بحمد الله تعالى في هذه البلاد التي وفقها الله تعالى للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أقيم حد القطع، أقيم حد الرجم، أقيم حد الجلد، أقيم حد القذف وما إلى ذلك، وهذا هو العمل الذي دعا الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يفعلوه. ولذا قال عمر لما رجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر. إذن عند الاعتراف أو عند توافر الشهود 4 ماذا يصنع؟ يقام الحد الذي أمر الله تعالى به. أما ما يعمل به اليوم في غالب البلاد الإسلامية فهو ليس من هدي الله ولا من شرع الله
ولا مما أمر الله تعالى به، وإنما هو قانون إما فرنسي أو إنجليزي وما إلى ذلك، ولا يدل هذا على أنه ناسخ لشريعة الله. شريعة الله تعالى لا تنسخ بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام.